النواب البارح اللي حكيوا على تعطل عدد المشاريع التنموية الجهوية. النائب يوسف ترشون عن كتلة الخط الوطني السيادي هو حاضر معنا عبر الهاتف. يوسف أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا اخت ابتسام ومرحبا بكل المستمعين. سي يوسف، دونك البارح برشا نواب في مداخلات ليهم وحكيوا حتى على انه لازم يصير مراجعه اداء بعض المسؤولين خاصه منهم السلطه الجهويه، لانه اليوم فما عدد كبير من المشاريع اللي مازالت متعطله، فما مشاريع اليوم الاعتمادات متوفره والاسباب مجهوله عن تواصل تعطلها الى حدود اليوم. نفهموا من عندك النقطه ذي، شنو المشاريع المعطله مثلا سي يوسف؟ علاش اليوم رغم وجود الاعتمادات ما تواصلش، معناها انه يصير التركيز اليوم المشاريع هذه؟ تفضل. شكرا اخت ابتسام. هو في الواقع الامر هذا راهو يتعلق ببارح احنا ناقشنا معناها مع السيده وزيره الاقتصاد والتخطيط قرار يتعلق بتمويل مؤسسات صغرى والى اخره. الاطار اللي احنا دخلنا فيه هو في علاقه بمسؤوليه هذه الوزاره على التخطيط وعلى التسريع في انجاز المشاريع خاصه المشاريع المعطله. هو السؤال الصحيح نعرفوا ايش معناها المشاريع المعطله قبل كل شيء. شنو نقصدوا كي نقولوا مشروع معطل؟ هو المشاريع هذه اللي مبرمجه تلقى بالمئات وبالعشرات على المستوى الجهوي والوطني. وقتاش نقولوا احنا مشروع معطل؟ وقت اللي بالنسبه لي انا على الاقل في تعريف الخاص، وقت اللي يبدا المشروع هذايا متوفر له التمويل، لانه المشكله الاساسيه بطبيعه نعرفوا احنا هي التمويلات. اذا كان التمويل متوفر، السؤال اللي يطرحوه مباشره علاش يتم يقع تعطيل هذا المشروع؟ ثم برشا اسباب، والسؤال اللي انا طرحته حتى البارح في المداخله نتاعي هو من المسؤول على التعطيل وقت اللي تكون معناها التمويلات متوفره؟ احنا نعرفوا اللي ثم مرسوم، المرسوم 68 الصادر في اكتوبر 2022 اللي يتعلق ب معناها اللجنه المتعلقه بتسريع التسريع في معناها انجاز المشاريع المعطله، واللجنه هذه هي فما لجنه وطنيه ترأسها رئيس الحكومه او من ينوبه، وتلقى على المستوى الجهوي كل والي يترأس اللجنه الجهويه لتسريع المشاريع، وينص القانون على انها تجتمع كل اسبوع باش تسرع المشاريع، على خاطر في الفتره الاخرانيه العديد من المشاريع تم تعطيلها. بس ساعات تلقى اسباب موضوعيه، جات فتره الكورونا، جات فتره كذا، نجموا نلتمسوا اعذار للناس هذه، ولكن في كل الاحوال ما دام الفلوس مصبوبه لمشاريع معينه ما نفهموش علاش ما الناس والمسؤولين ما يتحملوش مسؤولياتهم، لا سيما الناس اللي تحطت على مستوى الولايات، الولي هو اللي يترأس هذه اللجنه نتاع معناها التسريع في انجاز المشاريع المعطله، والقانون ينصص على انه كل اسبوع لازم ينظروا في التسريع هذايا. احنا نجيو نلقاو على مستوى جهوي، وانا امبارح اعطيت ثلاثه امثله للموضوعيه ما موجوده على الساحه في الواقع. نلقى انا مثلا على الاقل في الدائره اللي انا فيها ثلاثه مشاريع فلوسها مطبوبه ونعرفوا احنا التواريخ نتاعها ولوحه المشروع تلقاها موجوده تسيرها وقداش التكلفه نتاعو والمقاول شكونه والصفقه وقتاش اسندت وقداش فما مده الاشغال يلزمها معناها باش تنجز، ونجيو نلقاو المشاريع هذه معطله وخالقه معناها حاله نتاع احتقان شعبي، لانه فما مشاريع تمس الناس بشكل مباشر في حياتهم اليوميه في خدمتهم في 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 في, في حياتهم. ونجم نعطيك انا ثلاثه امثله بسيطه. اعطيني. تفضل تفضل يوسف. عندنا احنا مشروع معناها توسيعة الشاطئ الصخري في 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 شط رفرات الحماري. المشروع هذا فلوسه مصبوبه معناها 2 مليارات و98 مليون بالضبط في لوحه المشروع موجوده، ومده الاشغال 300 يوم. ايش نجيو نلقاو احنا؟ نجيو نلقاو اللي نورمالمون الاشغال لازمها تبدا في لوكات سبتمبر 23، احنا بقينا نصيحوا وندوا ونطالبوا الى اخره في كذا باش تبدا الاشغال هذه، ما بدات كان في اخر فيبري اللي فات، وما يعرفوا اللي كي تبدا الاشغال هذه في الشاطئ الصخري هذاك للتوسعه نتاعو في فيبري مستحيل تكمل قبل ما تبدا الموسم الصيف. وكيف جاء الموسم الصيفي بعد ما بداوا هما بعد الضغط اللي صار باش جاء المقاول هذا وبدا يخدم اللي كان حاط التراكس مسكر بها الكورنيش بدا يخدم وقت اللي جاء الموسم الصيفي، وتم بالضروره باش يقولوا له وقف الاشغال، لانه يعني ما تنجمش انت كورنيش هذاك الكل تسكره باش تعمل اشغال في تطبق الموسم الصيفي. هذا تسبب في كونه معناها الناس خسرت موارد رزقها، فما عباد تعيش على الفتره هذيك على الشهرين هذوك باش تصب
في البلاصه هذيك والبحاره يعيشوا منها والخضاره يعيشوا منها والناس تقتات والناس تخدم على رواحها وتادر الى اخره. جي هو معناها لانه فما ناس ما تحملتش مسؤوليتها وناس هذيا ما احترمتش الاجال والفلوس مصبوبه. هذا ايش معناه المشاريع معطله؟ الفلوس مصبوبه اخدم على روحك جيبوا المقاول يا اخي فما التزامات وفما كذا نجيو نلقاو احنا التعطيلات هذه هاو موجود المقاول هاو وقت اللي صار الضغط جاي واما جاي مؤخر للاسف وهاو عاود عمل لنا مشكل اخرى وتو نشوفوا وقت اللي باش يرجع المره الجايه وقتاش باش يرجع باش يكمل الاشغال هذه اللي هي تمثل خطر حتى على حياه المواطنين لانه فما ناس تتحرك هذيك سياسيا يوسف ترشون مثال اخر مثال اخر والله العظيم مؤسف معناها وهذا راهو نرجع للشاطئ الصخري عامل حالة احتقان شعبي لغاديك والناس عندها الحق تحتج في علاقة بالملعب الملعب انت سهم الملعب الرياضي انت سهم رأس جمعية سهم رأس جبل اللي هو الملعب البلد هذه فلوسه مصبوبة عنده أربع سنين مقاول يجريهم في جرته معناها أنا ما أنا مش نعاودها نفس نقولها نفس العبارة سميته الرجل خفيا اختفى السيد بعد وقت اللي حقا عملنا احتجاجات المرة اللي فاتت جاء السيد الوالي بنزرت هذايا فهمتني عمل معاه تصويرة في الترع وبعد اختفى من اللون الجديد فهمتني إن شاء الله ما يطولش ياسر المرة هذه ويجي يتحمل مسؤوليته ويخدم خدمته لأنه فلوس مطلوبة وعنا غاديك الرياضيين نخبة احنا طلعنا رياضيين نخبة في كرة اليد وفي كذا توا الرياضيين متاع راس الجبل كلهم متشردين تعتبروا قدموا شوية سيوس ما قعدناش برشا وقت نحب ناخذ من عندك أكثر أفكار بي عطيتنا أمثلة على العدد من المشاريع المعطلة في ولاية بزرت وحكيت على الإشكال وغيره خاصة المشاريع المعطلة اللي فما اليوم اعتمادات الفلوس موجودة أما لليوم الأسباب وراء تعطيلها إلى حدود اللحظة غير مفهومة الشيء اللي خلى عدد سامحني ابتسام مفهومه ايش كيفاش مفهومه هو تقصير ايه؟ التقصير سامحني تقصير المسؤولين هذوما اللي نعطيهم ما احنا السلطه ايه؟ وعلى راسهم ولي بنزرت انا من زمان خليت الامثله في علاقه بالولايه اللي انا فيها فاش نقول الخدمه اللي يخدم فيها فاش يخدموا المسؤولين هذوما وقت اللي انت عندك مشروع معناها الرياضيين الكل يستناو فيه وعنده ولا عندك موضوع مصطفين وجهه سياحيه وانت باش تعطل لي الحركه التجاريه وتعطل لي الحركه السياحيه وتعطل لي الرياضيين معناها متشردين ومش لاقين وين يترناو والى اخره انت فاش تخدم انت كمسؤول شو ما نعرفوش اسبابها نعرفوا اسبابها شو ما نعرفوش اسبابها جيب لي مسؤول انسان قادر باش ياخذ القرار ومش يغلب مقاول ولا كذا والاجراءات القانونيه الاجراءات في علاقه بالصفقات العموميه فيها شروط وفيها متابعه وعندك انت المرسوم اللي انا قلت عليه مقبليك 68 معناها سنه اكتوبر 2022 يعطيك من الصلاحيات واش خرجوا السيد الرئيس المرسوم هذا باش يعطي صلاحيات للتسريع في المشاريع هذه والتسريع هذا يتم بطرق مختلفه وكي تقرا القانون الفصول نتاعو كل مشكله عندها حل ولكن الناس هذوما ماهمش انجاجين في علاقه بمصلحه الشعب وانا نقول ونحب نعاود نقول على مسؤوليتي الخاصة نعرفوهم الناس هذوم الناس هذوم ما تحبش تخدم وأنا أتهم الناس هذوم أنهم هذوم اللي عطلوا في المطار وهذوم أعداء المطار الحقيقيين أعداء والأخرين نعرفوهم احنا فهمني ويعلنون عن أنفسهم بألوانهم السياسية ونجموا نحترموا فيهم على الأقل كونوا قاعد يعارضوا بشكل مباشر أما الناس هذه اللي تسمي في روحها على المطار وتتكلم باسم المطار وتقول احنا المطار ولكن هما في الواقع في الحقيقة كي أنت تعطل لي 10 مشاريع فهمني تمس المواطن في قوته وتمس المواطن كالشاب هذاك باش يمشي يمارس الرياضة يولي يمشي يحرق ولا يمشي للدراج ولا يمشي كذا هي هذوما شكون ما هو هذوما المسؤولين هذوما شكون المسؤول يا أخي بيجيبوا ناس معنا باش خلينا نقولوا الحقيقة وخلي العباد هذه تتحمل مسؤولياتها واضح وشكرا لك هو المسؤول سمعني هو المسؤول اللي ما يقومش بالواجب نتاعه يا خويا ديكاج جيب مسؤول قادر باش يسير معناها المسائل هذه والفلوس هذه اللي كانت زوز مليارات وقت اللي يتأجل عامين وثلاثة سنين ما هو باش يخسرنا هو المقاول مازال باش يخدم لك بزوز مليارات المرة الجاية ما هو باش يزيد باش يعاود يعمل لك معناها صفقة أخرى ويزيد فلوس ويخسروا فينا في الفلوس الناس ويخسروا فينا في الوقت واضح شكرا لك شكرا لك ويخلقونا في واقع نتاع احتقان نتاع شعبي معناها واضح شكرا لك يوسف ترشون نائب عن كنت تخطى الوطني السيادي في البرلمان على التدخل سي يوسف حكى على ولايه بنزرت وعلى ولي بنزرت فيما يتعلق بالنقطه المحدده مهم جدا نسمع